أعزائي المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ومعانا نجم من نجوم الكرة في مصر. معانا كابتن عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ورئيس قطاع الناشئين بنادي الإنتاج الحربي السابق. كابتن عمرو، نورتني وشرفتني، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة. ربنا يخليك كابتن هشام، وشكرا على المقدمة الجميلة دي يا كابتن. تستاهلها كابتن عمرو، وربنا يوفقك إن شاء الله في حياتك. وأول سؤال حابين نسأله والناس تعرفه، كابتن عمرو الحديدي فين؟ وكابتن عمرو الحديدي بدأ كرة إمتى؟ نرد على التانية وبعدين نكمل في الأولى. بص، بدأت زي أي حد لعب كرة شراب في شوارع روض الفرج. بعد كده كنت موجود في نادي مدينة نصر من وأنا عندي 11 سنة، كنت مع مجدي أخويا. وبعد كده وصلت لغاية 17 سنة، صعدت بقى لعبت كل المراحل اللي هي 12 و14 و16 و18 والدرجة الأولى. كان ساعتها المدير الفني للدرجة الأولى في نادي مدينة نصر كان الكابتن أنور صالح بتاع النادي الأهلي، وبعد كده الكابتن ميمي درويش، وبعد كده الكابتن سعيد عثمان والله يرحمه الكابتن عزيز. فاحنا بنتمرن وبنلعب، اتخذت في انشاء الطرق شركه كان فيها اتقال الكوره، كابتن محمد فؤاد وكابتن محمد صالح وكابتن علي يونس وكابتن سعيد الجداي، اسماء كبيره، وكابتن عصام الغندور وكابتن جمال، اسماء كبيره كانت موجوده، محمد مصطفى مانجا. فلعبت في وسطهم وانا صغير، خدت احتكاك اقوى من انك تلعب في دوري الدرجه الثانيه. في الوقت دوت ابتدت اتصعد وانا صغير، ولعبت ضد نادي الشمس هاب جلال وخالد كامل، وكان ساعتها كابتن مدحت شلبي هو المدير الفني. ففي مره كده بالصدفه طالعين اولد مجموعه مسافرين يلعبوا في ماتش في غزل المحله، فرحت معاهم فقالوا لي تعالى معانا اهي رحله، عارف اللي كلنا رايحين نشتري ترنجات من عند احد الاسماء يعني. عارفه انا. سافرنا ولعبنا الماتش، فكان ساعتها كابتن عبد الكريم الجوهري قال لي عمرو احنا هتلعب ماتش وخلي بالك انت تلعب على كابتن مشائي. كابتن مشائي بقى وكابتن خالد كرم وكابتن شوقي غريب وكابتن خالد عيد، قلت له خلاص يا كابتن مش وكابتن خالد في الفتوح وكابتن صابر وكابتن خالد في الفتوح وكابتن زفتاوي، قلت له يا كابتن العب. خسرنا خمسة بس يعني كان في ثناء من الكابتن الشناوي الله يرحمه رحمه الله عليه، فقال لي انت صغير طب ما تيجي هنا. قلت له يا كابتن انا طرقت بيبان مصر كلها، رحت الاماكن كلها عشان الناس تاخدني، كل اللي يشوف ان في استغنى وفي نادي مقيدني يقول لي هات الاستغنى بتاعتك وتعالى. فشلت الموضوع من دماغي وقلت اهو زي اي حد قال لي. بعدها بشهر لقيت الله يرحمه كابتن ابراهيم خليل بيكلمني بيقول لي عمرو احنا هنيجي واعمل لنا ميعاد مع رئيس النادي او مدير الكوره. قلت له احنا ما عندناش مدير كوره، عندنا رئيس النشاط الرياضي كله كان الدكتور العيان بتاع العاب القوه، ورئيس نشاط الكوره كان الحاج صلاح رمضان، كان لواء شرطه. بالفعل عملت الاتفاق ما بينهم ولا عملت الاتفاق ما بينهم الاول ان يبقى في قعده. بالفعل جالي الكابتن شناوي وكابتن عبد الرحيم خليل وكابتن خرشد استاذ احمد بهي، وراحوا النادي فعلا واتفقوا على سعر معين. فقال له طب ما تخدمنا عشان المبلغ بتاع عمرو ما يزيدش قوي. كان ساعتها خالد الغندور اتنقل لنادي الزمالك في الوقت دوت مع كابتن فاروق جعفر، احنا عايزين مبلغ يبقى معقول وفي نفس الوقت ما نسيبش اللعيب كده وخلاص، ان هم اكتر اتنين لعيبه مميزين عندنا. كان ساعتها المستشار عز عرفان كان في النادي المقاولين، وكان هشام حسن راح الاهلي. بالفعل اتفقوا، فالحاج احمد شعراوي جه وبياخد الاستغناء. فكان في العاب في النادي فيها عدد كبير قوي، حوالي 10,000 لاعب او 11,000 لاعب، خصم لهم جزء كبير من ثمن الترنجات اللي هيوردها وقال له ضيفها من حساب عمرو الحديدي. والاستغناء كانت مشروطه موجهه لنادي غزل المحله. قعدت في غزل المحله قد ايه؟ هو المفروض انت كنت بتمضي 3 سنين، وكانت اللقطه الشهيره ان وانت بتمضي بعد السنه الثانيه وبيلاقوا عليك اقبال بيحطوا لك، مش تقليلا من قيمه الناس يعني رحمه الله عليهم وربنا يديهم الصحه، الجزء اللي موجود كان بيضيف لك سنه اضافيه في وسط الورق يعني 4 سنين. فكان الله يمسيه بالخير بقى ويديله الصحه الكابتن يوسف جعفر قال لي اقرا الورق الاول ما كده وخلاص، ما تمضيش وخلاص. قعدت يا كابتن هشام في اول 16 ماتش ما ببصش الفرقه مين اللي هيبقى موجود، انا مقيم بس. حزنت على نفسي شويه قلت خلاص. دي رساله كابتن عمرو بس بعد اذنك لكل اللعيبه وخصوصا الناشئين، اللي ما بيلعبش وما بياخدش فرصته برضه اللي حضرتك بتقوله ده رساله لكل لاعب، انت اجتهد واعمل اللي عليك وان شاء الله الفرصه هتجيلك.
كابتن هشام انا مش عايز اقول ان انا كان شبه مستحيل ان العب في العمالقه اللي كانت موجوده، كابتن صابر وكابتن شناوي وانور الصفطاوي وتوفيق صقر كان منتخب مصر الاولمبي ماليش مكان، واما كانوا بيحبوا يضيفوا حد كان ممكن كابتن خالد كرم يخش او طارق الوهيدي يخش جوه، انت مش لاقي مكان أسماء كبيرة. او كابتن خالد ابو الفتوح لو حمدي الشين هيلعب في نص الملعب، انت يعني كان الاول بيلعبوا كام؟ اثنين ايوه، والباك رايت والباك ليفت يبقوا الاربعه اللي موجودين، ما كانش في حد بيلعب 3 5 2 دي خالص. فقلت خلاص بقى انا ماليش نصيب، ففي اجازه من الاجازات قلت انا هرجع بقى، مع ان انا كنت عامل فتره اعداد مع دكتور عبد الجليل ابو العيش في احد المدن الساحليه، كنت مكسر الدنيا، كانت المحله كلها قالت لك جابوا صابر عيد الصغير، مفيش ما حدش بص لي بقى، ما عارف اما تروح بقى استاذ غازي المحله. كابتن عمرو هستاذنك طيب. معايا مداخله للشاعر احمد بياض. الو، مساء الخير يا كابتن هشام. مساء الخير يا فندم، اهلا بك يا كابتن ومنور ومسع الكابتن عمرو الحديدي نجم النادي الاهلي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، نورنا يا كابتن. اتفضل يا فندم. الله يخلي حضرتك. الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله بكره يفرح مصر كلها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن، وبرنامج جميل وكلنا متابعينك. الله يخليك. اتفضل يا استاذ احمد. ربي بحب اكتر من نفسي، هو خالقني مقدر رزقي، مهما يحصل او هيكون هو حبيبي وربي وحاسبي، من عارف ايه هيكون حسنات او حتى ذنوب، خالقنا ومتكفل بينا وربي ربي قلوب، احمد ربي واشكر فضله يا زمالك والقلب معاك، من صغرنا عايشين وياك، بين عهدك نفضل على طول ورا فرقتنا دغري وراك، يا زمالك ولا يوم ننساك، شايفين الحب يا سادة لعب وإخلاص وسعادة، أي نتيجة برضو معاه حب لليه بيكتر وزيادة. بالحقيقة كابتن هشام الله، ونقول لك إن إحنا زي ما أنت قلت قصيدة لنادي الأهلي، إحنا بنقول قصيدة لنادي الزمالك. الله الله الله، الشاعر الفنان أحمد بياض بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر حضرتك لمداخلتك. شكرا حبيبي يا كابتن. شكرا. شكرا. اتفضل يا كابتن. بس ففي الفتره ديت يا كابتن هشام خلاص انا يعني خدت قرار بقى احنا نازلين هناخد اجازه معينه، فبالفعل نزلت، كنت اتقابلت مع الكابتن حملاوي ودكتور بدر شحاته وكابتن رأفت مكي، وقعدوني مع اعضاء مجلس اداره نادي الترسانه، كان ساعتها اللي موجود المدير الفني الله يرحمه كابتن عصام بهيج. فقلت له خلاص انت كنت مقيد في المحله خلاص، بس رايح تشوف فرصتك في نادي تاني. ايه اللي هيحصل غير المبالغ اللي اتدفعت ترد وانا موجود في مصر بدل الشحطات اللي انا كنت تمام فيها دي. تمام. قال لي خلاص ماشي، اتفقوا كابتن شاذلي وكابتن مصطفى رياض اتفقوا على المبلغ ان هيدفعوا، وبعتوا معايا الحاج صلاح العجمي يدفع المبلغ للمحله. فالوقت دوت كانت المطره جامده قوي قوي، رجعوا لا يا ريت، رحنا وكملنا ورحنا، فكنتش اعرف ان المنتخب الاولمبي هيعمل مباراه مع فريق غزل المحله قبل ما يبداوا تصفيات برشلونه 92. فقلت له خلاص يا كابتن، يعني كابتن مصطفى قال لي، كابتن قال لي كابتن مصطفى هيتاخر، فكابتن مصطفى كان ساعتها رتبه في الشرطه وكان موجود في مصر، فيعني كان في تاجيل مش قادر يجي يعني. فقال لي ده احنا 10 بالعافيه، ده هم خدوا توفيق العب العب معانا. قلت له طب الم حاجتي بالاستراحه، وبالفعل لميت حاجتي وخلاص، والله يرحمه عم سيد جاب لي الحاجه ودخلت لبست ان تملي غزل المحله، اللبس كله بيتغسل في الشركه وبيجي لك اللطم بتاعتك. فلعبت بس بلعب وانا متاكد ان انا همشي خلاص، الاستغناء بتتكتب فوق، الحاج صلاح بيقدم الشيك. بص يا كابتن هشام، عملت احلى ماتش في حياتي سبحان الله. كان بقى المنيا ساعتها كان كسبان الزمالك 1-0 بهدف بركات، كان الفيرود ساعتها بتاع المنيا محمد الاسيوطي، فيرود بمعنى الكلمه قوه وسرعه لعبت احلى 45 دقيقه في حياتي. بين الشوطين عم عنتر بيكلمني بيقول لي كابتن عمرو انت هتمشي وتسيبنا؟ قلت له معلش عم عنتر بقى، اهو عشنا معاكم سنتين، سنه ربنا يقدم في الخير بقى في اللي جاي مكاني بقى ان شاء الله. انا لسه ما كملتش الكلمه، فقال لي طب بص يا كابتن مين اللي عايزك؟ قلت له مين اللي عايزني يا عم عنتر؟ خلص بس الدش بتاعه واخرج. قال لي طب بس بص مين اللي عايزك؟ عم عنتر ما يلحش بسهوله يعني. فقلت له خلاص يا عم عنتر هخرج اهو. خرجت وانا لابس لف الفوطه عليا لقيت كابتن جوهر. عارف انا مش عارف اعمل حاجه. قلت له ازيك يا كابتن؟
قال لي مش انت رقم 2؟ قلت له اه. قال لي طيب انت هترجع معنا في الاتوبيس وهتيجي معنا مع المنتخب الاولمبي وهيبقى في حديث بيني وبينك بالليل في الاجتماع انا والدكتور محمود سعد. سبحان الله. بدل لما الاستغناء بتتكسب كان رئيس مجلس اداره الشركه باشمهندس معتز عبد المقصود الحاج احمد الشتاوي اتاجلت الشيك رجع للنادي. معلش يا كابتن عمرو في مداخله. اتفضل. معانا صلاح. ايوه صلاح. صالح يا باشا. صالح ازيك يا كابتن هشام؟ اهلا وسهلا يا حبيبي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا بقلك على البرنامج. ربنا يخليك يا حبيبي. انا ابن منطقتك يا كابتن. حبيبي يا صالح. حبيبي يا كابتن. ربنا يكرمك. منور ووضع مشرف كده والله. ربنا يكرمك يا حبيبي، ربنا يكرمك. ومسيب على الكابتن. عايز تسال الكابتن عمرو اي سؤال عن النادي الاهلي بكره؟ اه ان شاء الله اهلاوي بامر الله وانا اهلاوي عارف كابتن والله انا بحب وبتمنى ان الاهلي يكسب بامر الله. ان شاء الله يا صالح ربنا يخليك وشكرا على مداخلتك يا صالح. حبيبي شكرا يا حبيبي شكرا شكرا يا حبيبي شكرا. كابتن عمرو معلش عايز اخدك واسالك سؤال كده. نادي غزل المحله بيمثل لعمر الحديدي ايه؟ وشايف نادي غزل المحله السنه دي بعد فوزه على الزمالك وفرصه في الدوري ايه؟ يعني عايزين نتكلم بقى ايه؟ كلام كوره بقى. بص يا كابتن هشام اهم ايامنا كانت الشركه اللي بتدير قطاع الكوره. دلوقتي بقى في فصل عن الحته دي شويه. بقت الشركه ليها ميزانيه وقطاع الكوره ليه ميزانيه. واعتقد ان الاول سنه السنه دي ان يبقى في سبونسر موجود يمكن ده ثالث او رابع ماتش ليه. هي دي الحاجات بقى اللي بتفرق. بس الفكره كانت متاخره. نادي غزل المحله كان فيه لعيبه ولاد كتير ولاد بلعيبه الكوره يعني كويس. اقول لك على حاجه، انا كنت بقعد في الاستراحه كل ما اقعد كابتن عبد الرحيم خليل يقول لي انت ما شفتش اربعه صاروخ عين، اقول له ايه ده كابتن؟ يقول لي عبد الرحيم خليل عمر عبد الله عبد الدايم عماشه. دي حقيقه. اضحك. واحنا في الاستراحه كابتن محرز كابتن حنفي كابتن سياجي طبعا كابتن محسن النحريري كابتن ابراهيم حسين كابتن خورشيد كابتن سعيد عبد الجواد. انت قاعد مع اهرامات لعيبه جامده. كابتن زكي كابتن عبد الستار. عارف يا كابتن عمرو احنا كنا بنلعب غزل المحله في الناشئين فكنت انا زمالك، احنا كنا بنسميهم المانيا ما شاء الله. هم لعيبه مصبوبه كده زي ما بيقولوا ولعيبه كويسه جدا. يعني الخط بتاع المحله والمنصوره والشرقيه فعلا لعيبه ولاده. بص كله فرقه غزل المحله بالكامل اقصى بعد يا طنطا يا كفر الشيخ بس كده. اول واحد جه مغترب كنت انا، بعديه كان هشام جابر مولين خالد اسماعيل كان كفر الشيخ، عادل ابراهيم كان كفر الشيخ، عاطف عبد الهادي زفته، السقا وجنيدي طنطا. شوف طيب. انا فاكر اخرج بقى من غزل المحله. النقله بتاعت النادي الاهلي جت ازاي؟ وبعدين انا عارف يعني سمعت حضرتك في اكتر من حديث انا رحت النادي الاهلي الساعة 3 الفجر وبسأل الراجل على الباب هو يا جماعة في حد مستنيني؟ ما انت يا كابتن هشام مش مصدق. اه المنتخب كنت لسه صغير ومش مصدق. اما يحصل لقاء ما بيني وما بين الكابتن انور سلامة والكابتن صلاح حسني ونتفق على كل حاجة ويجي لي تليفون في غزل المحله، التحويله دي بتبقى من الشركه على الاستراحه. فالصوت واسع يبقى المكالمه مسموعه للكل. في تركه بتتقفل كده الصوت يضيق فتسمع الصوت واضح قوي. عمرو انزل انا والدتك، هو طبعا من صوت والدتي. ايوه انزل عشان عايزينك في النادي الاهلي هتقعد مع مجلس الاداره. طب امتى؟ ده دلوقتي. كلمت كبشاوي كبسياجي كبسياجي قال لي انزل. انت بتفكر ليه انزل؟ فانت نزلت الساعه 3 الصبح واخد عربيه مخصوص والفلوس خلصت وعند باب النيل لقيت الباب مقفول بجنزير. طب خلاص يبقى انت مش هت مفيش حاجه تانية. لقيت حد من الامن ماشي بعد اذن حضرتك. هو الباشمهندس عدلي موجود؟ قال لي هو في حد موجود دلوقتي؟ خلاص اشتغله وهمشي. انت بتتكلم بحسن النيه خالص. اشتغله وهمشي خلاص. وعندنا تمرين الصبح مع الدكتور عبد الجليل ابو العيش ما بيرحمش حد. فقال لي ليه؟ انت مين؟ قلت له انا عمرو الحديد. قال لي تعالى المحله. طب استنى. فتح ودخلت لقيت مجلس اداره النادي الاهلي كله موجود ما عدا كرسي الكابتن صالح والباشمهندس عادل.
كابتن حسن وكابتن طارق سليم الله يرحمه وسياده المستشار عبد المجيد محمود و كله منتظر كله معلم ومدام منى الحسيني كله بلا استثناء ودكتور حسام بدراوي واللي هو سفير الدخله دي لوحدها هتخض لا تخض ايه يعني انت داخل نادي ضلمه نادي مقفل ما فيهوش نور فجاه الاوضه بتاعت الاجتماعات كاملين ما عدا كرسي الكابتن صالح والباشمهندس عدلي خلاص بقى فقلت خدت نفسي في ناس كتير قوي عارفهم طبعا سلمت ودخلت الاوضه الجانبيه والباشمهندس عدلي قال لي جاهز قلت له جاهز اه طبعا بس انا مش فاهم جاهز على ايه قال لي هتوقع احنا خلصنا خلاص بكره الصبح هنستلم الاستغناء بتاعتك حبايبك كتير عايزين يكلموك الو محمد الو مساء الخير مساء الخير يا فندم ازيك يا كابتن هشام الحمد لله انا بمس عليك وبهنيك على البرنامج ربنا يخليك برنامج جميل تسلم ومتألق وبجد يعني انا سعيد بيك قوي تسلم معانا الكابتن عمرو الحديدي معانا الكابتن عمرو الحديدي يا حبيبي انا ربنا يخليك انا بقى يا 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 محمود بيه يا استاذ محمود يا حبيبي يا ريس الف مبروك ربنا يخليك يا حبيبي الزميل محمود عبد العزيز زميل عزيز في برنامج عيون الحياه حبيبي تسلم لي وما تحرمش منك ودايما موفق كده يا كابتن محمود يا استاذ محمود يا حبيب قلبي الله يخليك يا كابتن وبس على كابتن عم حديدي وبقول له يعني اتشرفت قناه الساحه وجمال وبرنامج كرم عدافه ربنا يخليك يا استاذ محمود ربنا يكرمك ربنا يخليك ربنا يخليك يا حبيبي ربنا يخليك محمد عبد السلام بيمس عليك يا محمود بيه ماشي يا حبيبي تسلم لي وشكرا لمداخلتك شكرا شكرا اتفضل يا كابتن عمرو خلاص بقى انت مضيت في النادي هتوقع الاهلي لا ده انا كابتن صالح عمرو انت الاوضه اتفتحت كابتن صالح سليم بقى حاجه طبعا يعني هرم مش من الاهرامات اللي ما بتتشافش طبعا انت هتمضي للنادي الاهلي قلت له اه انت متعرف انا مين قلت له اه طبعا انت كابتن صالح سليم بتاع فيلم الشموع السوداء قعد يضحك كابتن باشمهندس عدلي قال لي مش بيضحك بسهوله يعني قال له هات الخمس عقود بخمس سنين وقع فقال لي انت مش تقرا انت هتوقع على ايه؟ قلت له يا كابتن منية حياتي كنت اعدي من قزام الاسدين مش هخش النادي الاهلي النادي الاهلي يا كابتن صالح انا تحت امر النادي الاهلي انا عايز ابقى موجود وبس وقعت قال لي طب افتح الاوضه دي فتحت لقيت والدي الله يرحمه ومجدي اخويا قال لي يا مش واخد بالك ان هم ماضيين وانت هتمضي الامضه الثالثه يا خبر ابيض باشمهندس عدلي انده لي الاستاذ عباس الزريدي المدير المالي الباشمهندس عباس قال له ادي لعمرو الحديدي 20,000 جنيه واعلنوا في الصحافه والطبعات بتاعت الجرايد الاهلي خطف زعيم الفلاحين بس خلي بالك يا كابتن عمرو وانت بتكلمني انا احساسي ان هو سيناريو ينفع يبقى فيلم اه طبعا والله بجد اه والله يعني كابتن صالح سليم بقيمته انا يعني الحمد لله رب العالمين شرفت كنت انا عندي 18 سنه وسافرت مع منتخب الشباب وقابلنا الكابتن صالح سليم في السعوديه في فندق حياه ريجنسي هو كان بينزل هناك على طول في جد عايز اقول لحضرتك انا يعني مش لعيب النادي الاهلي بس بالنسبه لي هرم ان احنا نتصور مع الكابتن صالح دي حاجه فتخيل لما حضرتك بتحكي وبتسرد الكلام ده وان كابتن صالح وبيكلمك وجايب والدك وجايب اخوك يعني بصراحه حاجه ولا اروع. انا قلت له يا كابتن مش عايز غير حاجه واحده بس. محتاج هاخد من الفلوس دي ان حضرتك ورقه واحده توقع لي عليها وتمضي فورمه كابتن صالح سليم. قال لي ليه؟ قلت له انا مش عايز حاجه تاني. انت بتكلمني عن كيان اسمه النادي الاهلي بيتمثل في مختار في مختار التتش وبيتمد باسم كابتن صالح. انا عايز اكون موجود وبس. حقيقي. وبالفعل بدأ من هنا مشوار النادي الاهلي شايف فوز النادي الاهلي بقى على الدحيل القطري وقصه المعز علي عشان دي يعني طبعا خدت كتير قوي في السوشيال ميديا فعايزين بايجاز لان معايا اسئله كتير جدا ومداخلات كتير فانا مش عايز اقطع عليك المداخلات بقى دلوقتي بص يا كابتن احنا هنا في مصر كبرنا الموضوع قوي وقلنا الدحيل يا جماعه ما ينفعش احنا نادي الاهلي لو هم عارفين قيمه النادي الاهلي ككيان عشان المعز علي يقول كلام زي ده احنا ابطال القاره احنا ابطال افريقيا احنا اللي اسمنا كاس العالم للانديه ست مرات بص احنا اللي اسمنا لو انت اضفت جنبنا بالنيون احنا تاريخنا كنادي الاهلي ال 67 سنه اكبر من تاريخ الدوله اللي جنستك
هو جنسيته سوداني المعز علي. اما فكرنا نسبة للعالم كله ادائنا، سيطرنا في مجريات المباراة 48 دقيقة حقيقة. واما قلنا امكانياتنا تراجعت وسبل الدفاع ظهرت، اظهرنا المبالغ الكبيرة اللي هي اضعاف لعيبة النادي الاهلي والكرة المصرية اللي شاريين بيها النجوم اللي هم بيقولوا عليهم نجوم ضد نادي الدحيل القطري. احنا اسمنا كبير، احنا ابطال الوطن العربي، احنا ابطال القارة، احنا فيها. انت مستضيف، انت مش محقق الوصول ده، انت كنت مستضيف للدورة. أيوة. اعكس الكراسي وخلي الدورة دي تتلعب في مصر وسط 90,000 متفرج. لا 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 لا. النادي الاهلي لو هو المستضيف في مصر، انت هتعد وتخجل لسانك من عد الارقام من الاهداف اللي هتيجي. طب انت شايف ماتش بكره ايه؟ هقول لك على حاجه، مش هنضحك على بعض، احنا بنتكلم على بطل اوروبا وبطل افريقيا او بطل الوطن العربي او بطل القاره. النادي الاهلي يحسبها مجريات الملعب مش هتبقى لصالح النادي الاهلي. في حاجه اسمها اتعلمناها وانت كابتن هشام صدر عارفين، مهما كان الضغط عالي افساد الهجمات بسهوله. لو انت موسيماني هتلعب بتشكيل ايه بكره؟ بس ده بعد الفاصل. معنا كابتن سيد المدير الفني لنادي مصر للاسواق الحره، بنرحب بك يا كابتن في برنامج الكره مع جعفر. عايزين نعرف هل النادي بيشارك في دوري منطقه القاهره؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنتشرف بيكم وسعداء باللقاء معاكم. طبعا نادي مصر للاسواق الحره نادي من الانديه القديمه موجوده في القاهره، واحنا بنشترك بجميع القطاعات براعم وناشئين وفريق اول. الحمد لله بفضل الله الفرقه بتاعت 2006 اللي انا ماسكها دي ماشيه طول الدور الاولاني ما بيننا وبين نادي النصر اول. ايه توقعاتك لماتش الاهلي والدحيل القطري؟ ان شاء الله بنتمنى للاهلي يكسب، الاهلي عنده مقاومات ان هو يكسب. معنا كابتن محمد ايمن المدير الفني لفرقه 2008 من نادي مصر للاسواق الحره، بنرحب بك يا كابتن. اهلا بحضرتك ومشرفينا. عايزين نعرف هل النادي بيشارك في دوري منطقه القاهره؟ من زمان النادي بيشارك في دوري منطقه القاهره، واحنا الحمد لله ماشيين بخطى ثابته وماشيين اول المجموعه. ايه توقعاتك لماتش الاهلي والدحيل القطري؟ ان شاء الله انا زملكاوي وبتمنى فوز الاهلي ان شاء الله. معنا كابتن وليد عيد المدير الاداري لنادي مصر للاسواق الحره، عايزين نعرف يا كابتن كم فرقه مشتركه في الدوري وايه الفرقه المميزه فيهم؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا معنا تقريبا 12 فرقه بادئين من الفريق الاول لغايه مواليد 2010. كل الفرق ديت مشتركه معنا تقريبا 12 فرقه متسجلين، والحمد لله كلهم بيلعبوا دوري منطقه اتحاد كره منطقه القاهره. ايه الفرق المميزه؟ عندنا فرقه 2006 فرقه مميزه عامله لقاءات كويسه جدا وتقريبا واخده تاني المجموعه بتاعتها. ازاي بتطبقوا الاجراءات الاحترازيه من اللاعبين لمواجهه ازمه كورونا؟ خارج الملعب كل لعيب ملتزم بالكمامه بتاعته، وفي مسافات بره الملعب، وفي الكمامه والكحول كل دوت، وفي قياس درجه حراره، كل ده خاص باللاعبين قبل نزول التمرين. ايه توقعاتك لماتش الاهلي والدحيل القطري؟ لا ان شاء الله هنفوز، الاهلي هيفوز باذن الله. معنا كابتن محمود عزب مدرب حراس المرمى لنادي مصر للاسواق الحره، عايزينك تكلمنا يا كابتن ازاي بتدرب حراس المرمى وايه اعمارهم؟ لا انا عندي الاعمار السنيه من 2011 للفرس الفريق الكبير، انا عندي بتاعي 15 حارس مرمى. انا بحمد ربنا على الحراس اللي موجوده عندي هايلين جدا، وبالذات الاحراس حراس المرمى الصغيرين. عايزين نعرف توقعاتك لماتش الاهلي والدحيل القطري. انا اتمنى ان الاهلي يكسب، هو بيلعب باسم مصر. نتعرف بيك. عيد عبد العظيم، ايه رايك في نادي مصر للاسواق الحره؟ والله النادي ما شاء الله في قاعده كويسه من الناشئين، والنادي بيهتم بالنواحي التربويه وبيهتم بالنواحي الرياضيه، وما شاء الله النتائج كلها مبشره والنتائج كويسه يعني. نتعرف بيك. مهندس نبيل متولي، ايه رايك في نادي مصر للاسواق الحره؟ بصراحه نادي محترم وموفر مدربين اكفاء وعامل لهم انظمه غذائيه وبيتابعونا فيها،
ومخلي الولاد بنعمل لهم حافز ان هم يبقوا مسارهم الاعلى زي اللعيبه الكبار. نتعرف بيه رمضان الطحان. ايه هي اهم النصايح اللي بتقدمها المدربين للاولاد؟ والله هم هنا الكبات مش محتاجين نصايح، هم قايمين بعملهم يعني 100% على وجه الخصوص، ومش محتاجين، احنا بنيجي كاولياء امور نستمتع بس باللقاء وبنستمتع بالتدريبات معاهم. نتعرف بيه سلام. بتبقى مستمتع وانت بتشاهد الاولاد في التمرين؟ اه طبعا، النادي هنا بيوفر للولاد مدربين كويسين جدا وما شاء الله يعني على اعلى مستوى، ان شاء الله الولاد مستمتعين تمام. ايه هي اهم النصايح اللي بتقدمها المدربين للاولاد خلال فتره التمرين؟ لا ما شاء الله المدربين هنا بينزلوا لمستوى الاولاد، والولاد بيعرفوا يتعاملوا معاهم، بيعرفوا يتعاملوا مع الولاد ازاي، والولد بيبقى مبسوط مع المدرب بتاعه اهم حاجه. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، وقبل ما ارجع للكابتن عمرو الحديدي اللي منورنا في الاستوديو، كنا وعدناكم الحلقه اللي فاتت بمكافاه لتوقعات مباراه الاهلي والدحيل القطري، وبشكر الاستاذ ايمن رضا رئيس مجلس اداره شركه ماكسيم تورز. احنا كنا المكافاه كانت 3 تيشيرتات يا كابتن عمرو، الراجل رفعها ل7 تيشيرتات، فاسمحوا لي ان انا هقول اسماء الفائزين وان شاء الله هنتواصل معاهم، فريق الاعداد هيتواصل معاهم ونسلمهم التيشيرتات. عمر احمد عبد الرحمن، ابراهيم محمد، عبد الرحمن هشام، المصري جيمي، تميم محمد، عبد الرحمن ياسر، حمودي الحجار. الف مبروك، وعايزين برضو توقعات لماتش بكره ان شاء الله، تابعونا على الواتساب بتاع الفريق الاعداد وان شاء الله في تيشيرتات للنادي الاهلي الاصليه، ما تقلقوش. كابتن عمرو حضرتك النهارده المدير الفني للنادي الاهلي، وعندك بايرن ميونخ بكره، هتلعب بتشكيل ايه بكره؟ بص هلعب ب3-5-1-1. قول لي اسماء. الشناوي تمام، احمد رمضان، بدر بنون، ايمن اشرف، حسين الشحات، حمدي فتحي، السلية، ديانج، علي معلول، قفشه، والتر بوريلي. انت كده قعدت طاهر وقعدت محمد هاني، عشان انا عايز شغل لسه في الشوط التاني. اه عندي اداه جوه الملعب، بس انا لو منك انا مش هلاعب محمد هاني خالص. لا بص انا محمد هاني مش موجود. اه احنا قلنا حسين، اه يعني حتى لو الشوط التاني مش هنزل، ما هو احمد بيك وبدر وايمن اشرف، دول الثلاثه اللي هي بيحصل فيها تبادل ما بين روتيشن جوه الملعب. حمدي وديانج والسول. لا حمدي وحسين واحمد رمضان الجهه الثانيه، تمام، ايمن اشرف وديانج وعلي معلول. ادي حريه لقفشه، عشان اول ما بنفقد الكره قفشه ما بيضغطش، قفشه ما بيلعبش امان، يبقى انت خسرت واحد. هترجع والتر بواليا عشان لما تعمل المرتده عندك ارتكاز في نص الملعب كويس. الناس اللي تحت الفراوده عندهم هتعملهم من قدام ولا هتعمل عليهم زون ديفنس؟ لا مش هعمل، هبتدي تلت ملعب. ما هو بص مش دول بتوع جس النبض، تمام، مش دول اللي هجس النبض معاهم. الضغط كله هيبقى على الشناوي والثلاثه المتمثلين في خط الظهر، اللي هي المراقبه، الحاجات العرضيه، الالتحامات. والله يا كابتن عمرو احنا بنتمنى التوفيق بكره. والله يا كابتن الموضوع ما صعب ان شاء الله. بص يعني مش دول بتوع كاس العالم اللي احنا قلنا كابتن حسام وكان كومان وخوليت وريكاردو، مش الاسماء الكبيره كانت موجوده؟ البرازيل مثلا ابو تريكا ومحمد ابو تريكا زيدان، وكان موجود زيدان وحسني عبد ربه واحمد مشاوقي واحمد فتحي، وبرده ماتش ايطاليا وحمص وعصام. الموضوع مش صعب، بس احنا عارفين قيمه الفرقه اللي قدامنا. فمصر عامه بتتمثل في النادي الاهلي، اما بتتحط تحت ضغط بيبقى الالتزام كويس قوي. بعيدا عن النادي الاهلي بنتمنى له التوفيق بكره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وعاوزين ناخد شويه بقى للناشئين، وعارف ان حضرتك رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي الانتاج الحربي، وعايز اكلم حضرتك على مسابقات البراعم والناشئين دلوقتي حالا، اللي رايك فيها ايه؟ هل يعني انا فاكر زمان وانا بلعب كان عندنا 16 سنه بنلعب بطوله الجمهوريه، دلوقتي الموضوع بقى مقتصر على 3 اعمار سنيه فقط لا غير. طب انا النهارده ليه بلغي عمر سني وما يلعبش جمهوريه حتى لو عنده 14 سنه؟ ايه المشكله؟ انت لغيت اعمار كتيره يا كابتن، لغيت فرقه 94 وكانت من اهم الفرق اللي موجوده عشان تخلي 3 اللي تلعب، ولغيت 98 عشان تخلي 7 اللي تلعب،
ولغيت ال 2000 عشان 99 اللي تلعب. دي حقيقه. وبتضم بتجمع تدمج فرقتين. تدمج ليه؟ بص يا كابتن، لو كل الفرق بتشترك لو طلعت منهم واحد انت مش هتاخد بطوله. تمام. سمعنا مليون واحد وانت كنت موجود في الانتاج الحربي واحنا موجودين هنعمل فريق الامل. مفيش حد بيعمل الكلام ده، كله كلام حقيقه. واما بيحصل اي حاجه والدنيا بتخرب يقول لك الغي الغي المسابقه. ده انا بسمع عن فريق الامل ده من سنين في انديه كتير، الاهلي والزمالك والمقاولين والانتاج الحربي، كل الانديه يقول هنعمل فريق الامل. طب انت دلوقتي يا كابتن هشام بتعرف ولي الامر بقى بيفهم، عفوا عشان اللفظ يبقى مفهوم كويس، ولي الامر بقى مدرك اللي بيحصل حواليه، بقيت بتقول له احنا هنلعب مسابقتين، الف بدون مصاريف، ب بمصاريف. مين قال ان الكوره كده؟ افصل خالص. اكاديميه للتعليم ليها شروط، مش رياضه للجميع، ليها شروط. على الاقل يكون مستواه ما يقلش عن 50%، وشغل المدرب بيوصله ل 70 و80%، ما هو الكمال هيكون داخل القطاع، ما فيهاش كلام. هل حضرتك مع الاكاديميه اللي المستوى يوصل فيها هو الولد جاي 50% مع شغل المدرب وصل 70 75، حضرتك مع ان الولد ده يشارك في منافسات؟ ما هو بص يا كابتن، ما هو في مشكلتين. اه في مدير فني واقف بره شايل الشنطه لابنه، ده باباه. مشكله مدير مشكلة. فني اه والصوت و اتنين الولد عنده ضغوط في البيت عشان باباه بيأنبه ان اداؤه ما كانش كويس، والمدير الفني بيشتري دماغه من الزعيق اللي بره. فاكر يا كابتن هشام احنا كنا بنعمل ايه في الانتاج؟ أوه. بنجمع اولياء الامور مره في الشهر لتداول الاراء في القاعه، اجتماع، وبنعمل فيها حاجتين. كل الاداريين بتوع الفرق الناشئين بيكتبوا اسئله كل مرحله. ما كانش في مشاكل. صح. ما كانش في وجع. كان في تواصل مع ولي الامر. بص كان الكابتن سيد غريب موجود وحضرتك كنت موجود، وكابتن سيد كسب الزمالك في الناشئين، وراح من عندنا روبن ووليد، وكان شيكا اللي موجود دلوقتي، واسلام برازيلي، وكان عندي كرولوس وخالد الحاوي، كان عندنا لعيبه كتير، وعنتر وليد موهبه موجود دلوقتي، كل اللعيبه دي موجوده. ليه يعني بتلغي؟ فالولد مش من الناس اللي بيعمل سيديهات وبيصور هيتنقل بسهوله. ولو انت كويس قوي هتلاقي الانديه، مش اهلي وزمالك، هتلاقي انديه متوسطه هي اللي بتخطفك. ولازم يبقى شايفك. بالظبط كده. انت لعيب انتاج مش لعيب نادي الاهلي. واحنا كنا بنلعب مسابقه غريبه شويه. مسابقه الاليوبيه. ده دي انا مش عارف يعني بصراحه. طب ليه؟ ما احنا في مصر. تبدا المسابقه يلعب منطقه القاهره تلعب ومنطقه الجيزه تلعب والدوري هيخلص والاليوبيه بيفكروا انها هتبدا. ما هو ده. حاجه صعبه بصراحه. انت بقى دلوقتي كان النادي بيعمل كالاتي، بعد ما احنا مشينا مرحلتين ثلاثه يلعبوا القاهره، وثلاث اربع مراحل يلعبوا اليوبيه. طب حضرتك بقى اتفضل. دي معادله انا مقتنع بيها. كل من اللعيب او المدير الفني اسمه كبير وعنده من الثقافه في الاداء كويس يقدر يعلم البرعم الصغار كويس قوي. كل ما اسمه كبر انت اي حد بيتقدم لك، اي حد بيتقدم لك وبقت بالمعارف والصحاب يا كابتن عمرو والحبايب. ده اللي بيبطل دلوقتي يا كابتن عمرو بيمسكوه فريق اول، اللي بيبطل بيمسكوه فريق اول. بص يا كابتن هقول لك على حاجه، مش هنضحك على بعض، يمكن كان في مداخله من احد المداخلات في احد البرامج كان هشام حنفي اللي بيتكلم. ممكن يكون الكابتن هشام ابنه موجود كورته 50%، انا هتعب مع ابن هشام عشان يبقى 75%، والقرار للجنه اللي بره، لجنه من كل المراحل. حضرتك بس لجنه على النادي الاهلي دلوقتي على اي حد لما مشوا ابن الكابتن هشام. لا 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 هشام بيتكلم عام. لا هشام بيتكلم عام، ما هو ابن يوسف موجود وابن علي موجود وكلهم موجودين وابني كان موجود. انت بتبعت ابنك في حته بيتمرن، المدرب بيقول لك ايه؟ ابعد من اللي عندي. طب انا شفت اللي عندك. انا اتفرجت على ابني وانا لابس كاسكيته ونضاره وقفت اتفرج. قعدت في الاهلي برضه كابتن؟ لا في الصيد. تمام. وقفت اتفرج. اولاد ياسر ما هو الاثنين كانوا في الاكاديميه بتاعت النادي الاهلي. احمد وايهاب ما هم اهم هداف وزي الفل في سيراميكا ومكسر الدنيا، وايهاب كان في الداخليه. لعيبه كويسه. طيب. وخلي بال حضرتك ابن هشام حنفي انا شفته، يعني انا كنت مسكت سيراميكا 2001 كان هو في الصيد. لعيب كويس وسريع. هو بس طبيعه الولاد اللي في نادي الصيد طبيعه مختلفه شويه. ما خدوش على التمرين وما خدوش على الجلد وما خدوش. يبقى انت وصلت للي انا بقوله. ايوه دي حقيقه. المعادله ان انا هتعب نفسي معاه. دي حقيقه. هسال سؤال، مين بيعمل تدريبات تخصصيه دلوقتي؟ مفيش. عشان اصلح الاخطاء او اتلاشى الاخطاء اللي عند الولد ده.
ده انت ممكن الولد الصغير ده تقول له كلمه نفسيا او تهديه بحاجه ما يحلمش بيها، مع انه هو رسمك هرم كبير، يعمل لك اللي انت عايزه، هيحبك اكتر من اهله. انت فاكر يا كابتن هشام كنا بنعمل ايه في الانتاج؟ اعياد الميلاد بتاعت كل مرحله اربع ولاد في شهر واحد نجيب لهم اربع طرط وتتعمل. انا عندي الصور دي، اربع ولاد من الدرجه الاولى يتعمل لهم. اما بقى المدرب يقول لك انت بتعدل عليا، وكنت بتعمل حفلات تكريم في نهايه الموسم. يعني ايه بقى اعدل عليك؟ هقول لك على حاجه انا اول مره اقولها يمكن معاك انت هشام. انا لعيبه الانتاج الحربي ال 130 لاعب بتوع القطاع جايب لهم 130 جزمه بوما ما شاء الله كلهم. اللي بقى يقول لي انا باخدها في حضني وانام، دي غاليه قوي، اصل دي زي بتاعت ابو تريكه، اصل دي زي بتاعت سيد معوض. يعني انت عامل حاله وتواصل مع الولاد، وباكل معاهم وبشرب معاهم، بفتح النادي الساعه 8 الصبح وبقفل النادي الساعه 11 بالليل، مش عاجب خلاص. انت هيبقى في بلا بقى وكلام وجع قلب، ريح دماغك. اشتغلت في الجيش بفرقه، كنت ماسك مركز شباب منشئ التحرير، اكاديميه النادي الاهلي اللي فيها محمود حمدي الونش، كان محمود لعيب عندي. 22 مباراه يا كابتن هشام بدون هزيمه. اما اتنقل اسماء اللعيبه بتاعت مركز شباب منشئه التحرير اللي هو رئيس النادي المركز كان الكابتن خالد كامل، لعبنا طلائع الجيش في وجود اللي هو مصطفى كامل والبرنس سمير الهادي، اللي هو سمير الهادي. 22 مباراه بدون هزيمه، انجاز طبعا. بص، حسام حسن، خالد مايز، رؤى، الونش، لعيبه كتير، لعيبتك زيدان وشعبان لعيبه كبيره، وعمرو طارق ومحمود خالد وسامح نقيب فنيه عسكريه دلوقتي، لعيبه كويسه، وايمن علاء الباشمهندس، وكلهم كنا نتجمع مع بعض واحنا بنصلي اقول لهم انتوا هتنجحوا ثانويه عامه ازاي؟ مستحيل، انتوا مش هتنجحوا. بيذاكروش. بص، ايمن علاء 99، محمد محمود 99، محمد نشأة 98، محمود خالد 98، كلهم في هندسه ما شاء الله. بتجمع ما بين الحته الدراسيه وبيستنوا اليوم اللي الكابتن عمرو هيعمل فيه معسكر لمده يومين في احد الاماكن الخاصه بالقوات المسلحه عشان كل واحد يتخرج اللي عنده. شوف انت عشت مع اللعيبه ازاي؟ بقول لك 22 مباراه بدون هزيمه رايح جاي. بص يا كابتن عمرو، انا شايف عندنا مشكله دلوقتي زي ما حضرتك قلت، عندنا مشكله في المدرب، وعندنا مشكله في اللاعب، وعندنا مشكله في ولي الامر. احنا كنا زمان، وحضرتك يعني انتقلت من مدينه نصر للنادي الاهلي لغازي المحله ثم النادي الاهلي بادائك ومستواك. دلوقتي اللاعب والاكاديميات اللي موجوده، يعني انا اتذكر مثلا انا لعبت وانا عندي 11 سنه، رحت اختبارات النادي الاهلي. انت لعيب كبير يا كابتن هشام، ربنا يخليك كابتن عمرو، مفروغ منها يعني. فانا اللي اقصده ان النهارده الولد بيخش الاكاديميه عنده 4 سنين، فبيتعلم لمده 6 سنين تعليم. والغريبه بقى ان حضرتك تلاقي ولي امره جاي بيسال حضرتك بعد اول سنه اخبار الولد ايه؟ ما لحقش اول سنه، اول شهر يا كابتن. بالظبط، ما لحقش اول سنه. يقول انا شايف ان الولد واقف في الملعب ما بيتحركش. فيعني كلام غير منطقي. فبقول لولي الامر، بقول له حضرتك شغال ايه؟ يعني حضرتك ممكن تبقى طبيب، ممكن تبقى مهندس، بس ان انت تبقى مدرب كوره دارس علم تدريب ده موضوع تاني خالص. لا، هو يقول لك انا كنت لعيب كوره موهوب بس ربنا ما ادانيش. يعني والله بيقول لك كده. طب ما دي مشكله. ايه الرساله اللي حضرتك ممكن تقولها لولي الامر؟ انا بشوف دلوقتي اولياء امور، ودي حقيقه، الولد بيتمرن في النادي ويخرج من النادي تطمن عليه الولد فين، يقول لك اصل عند مدرب فتنس. بيتمرن برا يفضل. انا عند مدرب فتنس. لا ده بيمرنه بس على رجليه الشمال. طب هقول لك حاجه، ده بيمرنه على صباعه اليمين. هقول لك على حاجه مهمه قوي، اصل ناقصه الكره تتعمل ازاي. هقول لك على حاجه بسيطه قوي. انا عندي لعيب مشي من الانتاج الحربي مواليد 2002، هداف الدوري الاسباني، احمد الصو شهرته الجارم، كريم عبد الحكم في الفيوم، يوسف عمرو الحديدي عمري ما اتكلمت عنه. حاضر. طولي 185 سم بيلعب بدماغه. انت عايز ايه؟ ما احنا كلنا اتعلمنا. انا كلنا اتعلمنا. قبل ما اختم، عاوزين نعد محمد صلاح والنني وتريزيجيه، رساله بسرعه لاولياء الامور. اقعد مع رئيس القطاع وباسئله مهذبه، انا ابني كورته توصله لغايه فين؟ سيبه سنه دي كفايه جدا انك يتعلم، بس ما تكلمنيش في ولد حياته كلها بيمسك كرة بايده وانت عايزه تخلي عنده ثبات انفعالي وعنده درايه وازاي يباص وازاي يتحرك. واحده واحده هتسيبه عشان يتعلم، بس المكان يكون جدير بالتعليم، هي مش مرتبات في اخر كل شهر.
مش مرتبات يا كابتن هشام. ممكن انت تشوفه حاجه، لو منظومه نادي المقاولين اما اتكلمت عن محمد صلاح لغايه دلوقتي بتقبض من ورا محمد صلاح. دي حقيقه. صح كلامي كابتن عمرو؟ انا عايز اقول لحضرتك انا مستمتع حبيبي يا كابتن هشام، الكنترول مستمتعين جدا، وان شاء الله يكون لنا حلقات كتير يعني استمتعنا. بشكر حضرتك وبشكر فريق اعداد البرنامج وبشكر طاقم الاعداد وبشكركم، وان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.